ومعانا دلوقتي عن الأستاذ علي البدراوي الصحفي والناقد الرياضي العراقي عن طريق سكايب عشان نتكلم معاه عن منتخب العراق وبطولة كأس العرب اللي هتبدأ إن شاء الله يوم 30 نوفمبر الحالي. مساء الخير أستاذ علي. مساء النور، أهلا وسهلا أستاذ شادي، تحياتي إليك ولمتابعيك ولكل الجمهور الرياضي المصري. تحياتنا من هنا لبغداد لكل أهل العراق ودايما يكونوا في أفضل حال دايما إن شاء الله. شكرا شكرا جزيلا أستاذي العزيز. العراق بالنسبة لمصر يعني والمصريين علاقات ود ومحبة دائمة وياما مصريين كانوا موجودين في العراق يعني. شعور متبادل أكيد، كل الشعب المصري العظيم كل الاحترام والتقدير ومختلف مجالاته، من المثقفين إلى الرياضيين إلى الإعلاميين إلى السياسيين، نوجه لكم كل الحب والاحترام والتقدير. تسلم يا فندم. بطولة كأس العرب بالنسبة لمنتخب العراق واستعداداته ليها عاملة ازاي؟ والله هي استاذ شادي، اني يعني احكي لك من نبره الاحباط اللي تسود الشارع الرياضي العراقي بشكل عام، من النتائج السيئه اللي تفاجئني بها جميعا بسبب نتائج منتخبنا الوطني في تصفيات كاس العالم. حاله احباط كبيره، نتائج سيئه تفاجئنا بها جميعا، ما كنا نتوقع هذه النتائج. منتخبنا مركز متذيل في مجموعته، يدخل بطولة كأس العرب بوضع مربك، تشكيلة مبهمة، ملامح غير واضحة، مدرب تائه، اتحاد متشتت القرارات، فوضعنا لا يسر، لكن أمننا أكيد باللاعبين وإرادتهم وعزيمتهم. ودائما خليها ببالك أستاذ شادي، المنتخب العراقي بقانونه هو منتخب بطولات تجمع أفضل مما منتخب تصفيات. يعني الفرق العراقية من سنة 90، من تصفيات مونديال ايطاليا 90 اللي تاهل الها المنتخب المصري، هو يفشل بالتاهل بكاس العالم في حين هو يفوز ببطولات التجمع. فربما نقول يعمل شيء، يقدم شيء المنتخب العراقي في بطوله كاس العرب القادمه طالما هي بطوله تجمع. طب هل المنتخب العراقي اعلن قائمته ولا لسه؟ والله اعلن قائمته واثارت جدل كبير بالشارع الرياضي العراقي، في اعتراف على بعض الاسماء، اسماء مبهمه، اسماء بعضها اسماء مبهمة دي معناها انها مش معروفة يعني؟ غير معروفه، وحتى في انديه تلقيها احتياط، تلقي بعض الاسماء لاعب احتياط في انديتهم لكن استدعوهم التشكيله، ما اعرف المعايير شنو ما هي، اضافه الى عدم استدعاء بعض الاسماء اللي يعول عليها الجمهور بسبب التزاماتهم مع انديتهم رفضت منحهم، لا سيما بعض الاسماء المغتربه، احنا نسميهم المغتربين، يعني اللي عايشين في اوروبا او الولايات المتحده، وبعضهم اصلا الاتحاد او المدرب ينسب الى المدرب القرار ما استدعاهم. الوضع بشكل عام يا استاذ شادي مربك للمنتخب العراقي، جدا مربك، يعني هذه البطوله ما جاءت بوقتها بالنسبه لمنتخبنا قياسا بالظروف اللي يمر بها. العراق مع قطر وعمان والبحرين، البحرين انت شايف المنافسه هتبقى بين مين؟ طبعا قطر داخله بالفريق الكبير الاساسي بتاعها والبطوله عندها فعاوزه تفوز بيها يعني، لكن المنافسه ما بين العراق وعمان والبحرين هتبقى عامله ازاي من وجهه نظرك؟ يعني لا استاذ شادي، احنا قبل عامين في مثل هذه الايام او يمكن بعد اكثر يعني ابعد، التقينا بالمنتخب القطري بكأس الخليج في الدوحه. كان المنتخب العراقي يعني قبل يوم مباراه يمكن نادي الشرطه، يعني لعب اصر مدربهم يلعب بتشكيله الفريق العراقي، المدرب كاتانيتش رفض، لان ثاني يوم اكو مباراه للمنتخب الافتتاحيه دوره الخليج في قطر، لعبنا بالتشكيله الاحتياطيه وفزنا عليهم وتفاجئنا جميعا. يعني دائما المنتخب العراقي يكون منتخب مفاجات، فمو بالضروره احنا يعني نخسر ويا قطر بهذا الوضع المربك. يعني بقياس منتخب عمان والبحرين من زمان، من فتره طويله ما فايزين عليهم، دائما فرق صعبه جدا اللقاءات وياها، ما قدرنا نتغلب على منافسنا الفريق البحريني بتصفيات كاس العالم المرحله الاولى، مباراه انتهت بالتعادل، خسرنا امامهم في نهائي غرب اسيا في كربلاء
بعام 2019، صيف العام 2019 بأقردامنا وأمام جمهورنا، خسرنا معاهم المنتخب البحريني، فريق قوي ومحترم، وإن كان منتخب شباب العراق اليوم في البصرة تفوق عليه بنتيجة 4-0، كانت نتيجة مبهرة وأعادت الأمل للجماهير العراقية بأن المستقبل يبشر بخير. منتخب عمان كذلك من فترة طويلة مفايزين عليه، قدم أداء جيد لا سيما بالمباراة الأخيرة أمام الفريق الياباني على أرضه بين جمهوره، ومنافس صعب وقد يتأهل ثالث عن مجموعته. فبكل الأحوال مجموعة صعبة، لكن إحنا قادرين ربما على المنافسة وربما على اجتيازها، خصوصا إحنا نعول يعني نعول على الأداء المبهر اللي قدمه احتياط لاعبي الفريق العراقي في مباراتهم أمام المنتخب القطري، وإن كانت قبل سنتين، لكن الراهن على الأداء. يعني هل كان فيهم لعيبة مبهمة؟ الاحتياطي اللي حضرتك وصفت ضم البعض بين مبهم، لعيبه مبهمه. فهل لما فزتوا على قطر قبل كده بالاحتياط كان فيهم لعيبه مبهمه برضه؟ فدي تبقى المفاجأة. لا، مو مبهمين لاعبين، لكن مو سوبر ستار، مو سوبر ستار. الان في لاعبين مبهمين، يعني بعض الاسماء انا شخصيا تفاجئت بوجودهم، حتى ما في كسر بعضهم ما حافظ اسمائهم، يعني من ضمن تشكيلة الطاقم لل 23 أو ال 25 لاعب، نعول عليهم نقول يعني لعل وعسى التحدي والإصرار الظهور، محاولة الظهور للفت الأنظار من هذه الأسماء، لعل وعسى أن تخلق أن بطولة العرب في قطر أسماء جديدة. يعني نعدها الآن مبهمة، لكن نعول عليها نقول خير إن شاء الله، نتأمل بها الخير إن شاء الله. نادي الشرطة العراقي يدربه الكابتن مؤمن سليمان الزملكاوي والمصري، شايف الأداء بتاع نادي الشرطة أخباره إيه مع كابتن مؤمن؟ يعني هو من أندية المصاف المقدمة بالعراق ويحقق نتائج جيدة، لكن يا أستاذ شادي المشكلة مو بالمدربين بقدر ما المشكلة باللاعبين. الدوري العراقي الآن بشكل عام غير ملبي للطموح، أداء اللاعبين ينتابه بعض الركة وسوء الإعداد واللياقة البدنية، يمكن لأن الدوري في بداياته ما أعرف يعني، لكن كمدربين لا، اسم جيد، وإن شاء الله نتأمل بالبطولة الآسيوية أن يظهر بشكل لائق، يعني خصوصا أسماء حتى المحترفين المصريين قدموا أداء جيد في الأعوام السابقة، واسم الكرة المصرية اسم معروف وكبير أدنى بالعراق وينال كل الاحترام والتقدير. شكرا يا أستاذ علي، ودايما نتواصل مع حضرتك في كل وقت إن شاء الله.